إذا بنرجع كمان مرة لذكريات الطفولة، أهالينا كانوا يحكولنا عن الحياة في مدن فلسطين اللي هجروهم منها قبل ما يصيروا لاجئين في غزة، وإحنا بنحكي لأولادنا عن الاحتلال الإسرائيلي وعن أيام منع التجول في غزة، ويمكن أولادنا يحكوا لأولادهم عن هاي الأيام اللي إحنا فيها اللي غيرت العالم كله. فعلاً فيروس بصحي فيروس. صباح الخير.